صباح الخير لكل مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. نهار جمعة مباركة إن شاء الله وعطلة نهاية أسبوع مريحة بعد شغل وتعب أسبوع كامل. فقراتنا لليوم متنوعة بمختلف المجالات مثل كل يوم، بمحاولة لنسلط الضوء على معظم النشاطات والفعاليات اللي عم تصير بمختلف المحافظات السورية. لكن قبل البداية بنتوجه لأبطال الجيش العربي السوري بكل التحية، صباحكم نصر وعزة. وأيضا بدي صبح على زميلتي فرح. يسعد صباحك فرح. يسعد صباحك زينب، وصباح الخير لكل المشاهدين الأخبارية السورية وين ما كانوا عم بيتابعونا. لكم جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله هاليوم بيحمل بتفاصيله كل الخير والبركة. طبعا الساعة 9 صباحا كل يوم عم يتجدد لقائنا معكم عبر هوا الإخبارية السورية، عم نطلع عليكم من دمشق. لكن قبل ما نبدأ فقراتنا لليوم، تحيتنا دايما وأبدا بتكون بالبداية والختام لحراس الأمان أبطال الجيش العربي السوري. فاصل ونبدأ بفقرات صباحنا غير. اليوم من حلقات صباحنا غير منروح على جولة على أبرز الأخبار المنوعة فرح والدراسات الطبية. رح نبدأ جولتنا لليوم مع دراسة جديدة لعلماء من جامعة بيير وماري كوري الفرنسية، بتقول أنه الدماغ قادر على حفظ معلومات جديدة حتى أثناء النوم. طبعا زينب، توصل العلماء إلى تلك المعلومات عن طريق عدة أبحاث أجروها، وهي قادرة على الوصول إلى تلك النتائج. تقول تلك التجارب أنهم طلبوا منهم قضاء الليل في مختبر مجهز بعدة معدات خاصة لقياس نشاط الدماغ أثناء النوم، وتم تعريض المتطوعين كمان فرح أثناء النوم لبعض الأصوات الموسيقية والمقطوعات الصوتية مع المراقبة لنشاط أدمغتهم في مرحلتي النوم البطيء والسريع، حيث تبين أنه هالدماغ عم يعمل على النشاط. وبعد هدول المستمعين أو الناس اللي تعرضوا لهي التجربة تذكروا هاي الأصوات. أكيد زينب، كمان اعتبر العلماء أن هذه النتائج هي خطوة مهمة في بحوث علم الأعصاب، حيث من الممكن أن تساعد مستقبلا على فهم آلية عمل الذاكرة وتخزين المعلومات في الدماغ والتأثير أيضا على محو الذكريات غير المرغوب بها. أهم شيء زينب محو الذكريات غير المرغوب بها. أدي فعلا كتير أشخاص بحاجة يمكن لإزالة ذكريات صعبة من حياتهم، مؤلمة ممكن، لحتى يمكن يبدو من جديد، وإن كان هذا الشيء شوي صعب. أكيد، والأهم فرح أنه الدماغ، يعني الملفت بالموضوع أنه هو دائما عم يشتغل حتى أوقات النوم. يعني مثل ما قلتي، محو الذكريات وتذكر أصوات موسيقية بيعمل كمان برمجة للإنسان عن جديد، فكتير ما في راح 24 ساعة عمل الدماغ. خلينا نروح للفرق الخبر الثاني. نجح فريق من العلماء باستغلال المعادن الثمينة مثل الذهب بزيادة فعالية الأدوية المستخدمة بمكافحة الخلايا السرطانية بالرئة، وهي طريقة جديدة. يعني أكيد، واكتشف فريق العلماء طريقة تمنع الخصائص المعدنية للذهب بقدرات تحفيزية للوصول إلى الكائنات الحية من دون أي آثار جانبية. وبتشير نتائج الأبحاث إلى أنه المعدن يمكن أن يستخدم بتوصيل الدواء داخل الأورام السرطانية بأمان. ونوه فريق العلماء بأنه دراسات من هالقبيل تسعى إلى تطوير طرق جديدة أفضل لتقديم الدواء للأمراض أو أورام السرطان، وتعمل أيضا على تحسين علاجات السرطان والحد من الآثار الجانبية، كما يمكن على وجه الخصوص المساعدة في تحسين علاجات أورام المخ والسرطانات الأخرى التي يصعب معالجتها. أكيد، يعني دائما عنا خبر يتعلق بالصحة واكتشافات أدوية جديدة يمكن فرح ممكن تساعد خاصة على مرض العصر السرطان.
يعني إن شاء الله يا رب هيك ما عاد بنسمع بهذا المرض. أكيد يعني دائما زينب مرض السرطان عم يحاول العلماء يكتشفوا له علاج فعال، نحن دائما نتمنى الشفاء لكل هدول المرضى ودائما أنه يعيشوا بصحة، لأنه كل العالم يمكن بيستحقوا الحياة، فدائما نحن بنتمنى يتطور الطب، تتطور التكنولوجيا، أي شيء لخدمة البشرية. أكيد فرح. وهلأ من الدراسات رح نروح لعالم التكنولوجيا مع ابتكار سيارة قابلة للتحلل، حيث ابتكر طلاب جامعيون بهولندا سيارة مصنوعة من مواد سكرية قابلة للتحلل بشكل كامل. سيارة طبعا السيارة هي طبعا لينا اسمها. أكيد طبعا لينا قادرة على حمل 4 أشخاص بسرعة أقصاها 80 كيلو مترا بالساعة، وزنها ما بيتجاوز 310 كيلو غرام بفضل المواد اللي استخدمت في تصنيعها كالصمغ المستخرج من الشبندر السكري وأوراق الكتان. لقطات لهي السيارة من تابع مابات. معلومات جديدة رح نتعرف عليها أكثر بالتقرير التالي بهل تعلم. خلونا نتابع سوا. خلينا لكن نعتذر عن طبعا فقرة هل تعلم ونروح على طبعا حدث جديد بتسجل بذاكرتنا وبترك بصمة ممكن تشكل فاصلة تحول بحياتنا، فشو الأحداث اللي تركت بصمتها بمثل هاليوم 11 آب؟ منتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1807 الأمريكي روبرت فيلتون يبحر في نهر هيدسون بواسطة أول قارب بخاري. وفي عام 1863 فرض الحماية الفرنسية على كمبوديا. وفي مثل هذا اليوم من عام 1970 الاتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي كوزوموس 356 الذي يدور حول الأرض دورة كاملة كل 92 دقيقة. وفي عام 1999 كسوف كلي للشمس شهد في مناطق كثيرة من أوروبا وآسيا الوسطى. وفي عام 2015 تتويج نادي برشلونة الإسباني بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة في تاريخه. ومن الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1858 إيكمان طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1929. وفي عام 1926 كلوك عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1982. ومن أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1972 تيلر عالم جنوب أفريقي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1951. وفي عام 2014 روبن ويليامز ممثل أمريكي. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. من
مثل ما تابعنا بالتقرير عدد كبير من الشخصيات اللي تركت بصمتها بعدة مجالات، سجل تاريخ 11 من آب تاريخ ميلادها أو حتى وفاتها. مين شخصيتنا لليوم؟ منتابع مع بعض. ماكس تايلر، عالم فيروسات جنوب إفريقية، ولد في جنوب إفريقيا في 30 من كانون الثاني عام 1899. كان والده أرونالد تايلر عالم جراثيم بيطري في سويسرا. تعلم ماكس تايلر في مدرسة بريتوريا الثانوية للبنين، ثم كلية رودس الجامعية، ثم مدرسة الطب بجامعة كيب تاون التي تخرج منها عام 1918. غادر تايلر جنوب أفريقيا للدراسة في مدرسة طب مستشفى سان توماس التابعة لكلية الملك بلندن، وفي مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة. وفي عام 1922 حصل تايلر على شهادة في طب المناطق الحارة وحفظ الصحة، وحصل على ترخيص كلية الأطباء بلندن وعضوية كلية الجراحين بإنجلترا. بعد أن قام تايلر بإصابة فئران التجارب بفيروس الحمى الصفراء، اكتشف أن الفيروس المهن يعطي مناعة ضد الحمى الصفراء لقرود ريسوس، وهو الاكتشاف الذي أدى إلى أن طور تايلر لقاحاً ضد هذا المرض. أنتجت مؤسسة روكفلر بين عامي 1940 و1947 على 28 مليون جرعة من هذا اللقاح الذي كان له الفضل في القضاء على الحمى الصفراء كمرض كان آنذاك واسع الانتشار. وكان هذا الاكتشاف هو الذي أدى إلى منح تايلر جائزة نوبل في الطب لعام 1951. له الكثير من المؤلفات، منها العدوى الفيروسية في الإنسان والحمى الصفراء وفيروسات الفقاريات المنقولة بواسطة مفصليات الأرجل. كما كتب تايلر العديد من الأوراق البحثية في الجريدة الأمريكية لطب المناطق الحارة وحوليات طب المناطق الحارة وعلم الطفيليات. توفي تايلر في الولايات المتحدة في 11 من آب عام 1972. طبعا بداية حلقتنا لليوم رح تكون فيها مساحة مهمة للمساحة الطبية، فما توقفت طبعا هي المؤتمرات بسوريا للاطلاع على كل ما هو جديد حول العالم. فقد أقامت الرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية والحروق مؤتمرها العلمي الأول لعام 2017. مواضيع عديدة تناقشت خلال هالمؤتمر لنتعرف عليها أكثر. معنا الدكتور وائل البرازي رئيس رابطة الجراحة التجميلية في سوريا. من رح فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح خير. أهلا في سعد، صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي اليوم عن مؤتمر بعام 2017، هي المؤتمرات الطبية اللي ما توقفت ولا سنة، فخبرنا أكثر دكتور من عن هذا المؤتمر، شو تضمن أبرز المواضيع اللي تناولتوها؟ تمام. هلأ نحن بهذا المؤتمر كنا حريصين على مشاركة أكبر عدد ممكن من زملائنا جراحي التجميل في سوريا، والحمد لله كان في استجابة كثير كبيرة من المحافظات، جانا عدد كبير سواء كان من زملائنا الأخصائيين أو من زملائنا المقيمين لحتى يستفيدوا من الخبرات ويشوفوا معلومات جديدة. طبعا نحن وزعنا محاور المؤتمر على كل مكونات اختصاص جراحة التجميل، يلي هو الحروق وتشوهاتها، الآفات الخلقية، التشوهات الخلقية، الأورام والرضوض، والأزيات الحربية اللي عانينا منها كتير واشتغلنا فيها كتير بالسنوات السابقة، وطبعا تشكلت خبرات كتير جديدة وقوية عند زملائنا الجراحين التجميل بشكل عام، بالإضافة لجراحة التجميل بالخاصة. فوزعنا نحن محاور المؤتمر على 5 جلسات، كل جلسة كانت تختص ببحث جزء من الأجزاء اللي حكينا عنها. دكتور، المؤتمر بيعتبر الأول من نوعه اللي أقمتوه، طبعاً يمكن مثل ما قلت لقاء الأطباء من كل سوريا، صار في تبادل خبرات، صار أيضاً يمكن في دراسات جديدة حبيتوا تتناقشوا فيها. أول شيء نحكي عن تبادل الخبرات اللي صار وأهمية عقد هالمؤتمر بمثل هالوقت. تمام. هلأ ما في شك التواصل الاجتماعي والعلمي وتبادل الخبرات هو دائماً بيكون حجر الأساس بأي مؤتمر بيصير. نحن زملائنا طبعاً عاشوا ضمن نفس الظروف اللي نحن عشنا فيها واشتغلنا فيها، فكل حدا عم يقدم الشيء اللي شافه
ويلي اشتغلوا والصعوبات اللي واجهته. وكانت المناقشة بنهاية كل محاضرة أو جلسة تغني كتير الجلسة وعطت كتير رد فعل وصدى إيجابي عند الجميع. طبعا نحن هو الرابطة كانت موقفة السنوات الماضية طبعا بأسباب الحرب اللي صارت، ويعني في أسباب خاصة ضمن الرابطة مكونات الرابطة، بس نحن قعدنا تفعيلة من حوالي سنة وعملنا عدة ندوات علمية وجلسات على مستوى المحافظات ومؤسسات اللي بالبلد مثل المشافي الحكومية ومشافي الجامعة. وطبعا بالنهاية أثمرت هالندوات كلياتها عن هذا المؤتمر. نعم دكتور، طبعا كبير الأخبارية السورية كانت متواجدة بالمؤتمر برفقة زميلتنا سالي شعر، رح نتابع بعض الأجواء ومنرجع أكيد لنكمل حديثنا مع حضرتك. اليوم الرابطة السورية للتجميل والترميم والحروق تقيم مؤتمرها الدوري تحت مسمى التحديات في الجراحة التجميلية والترميمية والحروق، ويتم تناول مواضيع مهمة والحالات المعقدة وبمشاركة من كافة القطاعات ومن كافة الأطباء من كافة المحافظات وبمشاركة أطباء أجانب من الدول الصديقة لرفع المستوى العلمي والطبي ورفع المستوى المهني والعملي للأطباء. المؤتمرات هي دوما شيء كتير ضروري لتبادل الخبرات، تبادل كل شيء جديد، يعني في عنا كتير من أكبر المشاركين، نحن مثلا بنشارك بمؤتمرات بأوروبا بأمريكا، فهل مؤتمرات هون اللي بتصير هي لتبادل الخبرات الجديدة لعرض كل شيء جديد بيصير بالاختصاصات، وهو دوما يعني مثل ما بتعرفوا مهنة الطبيب هي بحاجة دوما لتطوير، فبدون تبادل هالخبرات والمعلومات الحقيقة الدكتور بتضل يعني إمكانيات بتصير آفاقه أبعاد، بتصير خبراته أكبر بكتير. مؤتمر اليوم مؤتمر اختصاص الجراحة التجميلية والترميمية هو له هدفين. الهدف الأول هو الوقوف على المستجدات والحداثة بموضوع الجراحة التجميلية بالذات، والشق الثاني هو الموضوع الترميمي. الترميم الحقيقة هو نحن اليوم كتير مهم ببلدنا بوجود ظل هالأزمة، في عنا إصابات كتير حربية، في ناس كتير عندهم صار تشوهات، في ناس صار كتير عندهم مشاكل ناجمة عن الحرب اللي عم تخوضها بلدنا. الجراحة الترميمية هي اختصاص كتير مهم وأساسي لمساعدة هدول الناس بمعالجتهم بإعادة ترميم المشاكل الناجمة عنها. مؤتمر فيه له طابع علمي جدا رائع للسبب واحد، أنه المحاضرات اللي موجودة بقلبه هي محاضرات علمية كتير غنية بصراحة. عدا عن ذلك ضمن المؤتمر تبعنا في مشاركين أطباء روس، وهي كأول مرة نحن بشارك ضمن المؤتمرات تبعتنا أطباء أجانب، وهي بصراحة تجربة غريبة وحلوة بصراحة كتير بالنسبة للأطباء، خصوصا التجميل عندنا هون بسوريا صار له فترة منيحة ما صار في أي مؤتمر أو أي شيء، ونحن بالعكس نحن كمؤتمرات طبية بالنسبة لنا هي حالة صحية جدا بنقابة أطباء سوريا، ونحن بصراحة عم ندعمها ونعمل جهدنا بصراحة لنرفع من المستوى العلمي بالنسبة للأطباء. يعني دكتور مثل ما سمعنا بالتقرير دكاترة وأطباء من عدة المحافظات السورية، أيضا كان في أطباء أجانب مو بس سوريين لتبادل الخبرات، وحكوا عن أهمية الجراحة التجميلية والترميمية أيضا بظل الحروب والإصابات الحربية للجيش العربي السوري يمكن، وأيضا للمدنيين اللي عم يتعرضوا له، فخلينا نحكي عن هالموضوع.
تمام. هلا نحن مثل ما سمعنا بالتقرير ومثل ما حكيت انا بالمقدمه انه قسمنا المؤتمر لعده محاور، كل محور كان عم يهتم بحدث معين. فالمحور الاول كان عن الحروب والتشوهات الخلقيه، وكان في محاضره لبروفيسور ضيف من روسيا عن طرق جديده بمعالجه الحروب. الجلسه الثانيه كان عن ترميم ازيات الوجه بشكل عام. الجلسة الثالثة كانت عن التجميل، تجميل الوجه، وفي عنا لسه كمان اليوم منكمل مع ترميم الجزع وتجميل الجزع. نعم. طبعا في محاضرة ثانية لبروفيسور ضيف ثاني كمان من روسيا عم يحكي عن معالجة جديدة للندبات. طبعا نحن بالمجمل يعني كخلاصة المؤتمر نطلع بنتيجة وبتوصيات منعممها نحن كزملاء، يعني يستفاد من الخبرات اللي انعرضت، وكزملائنا المقيمين الماشيين كمان ببداية الدرب كمان انه نخط لهم الطريق الصح اللي لازم يمشوا فيه ويوصلوا لنتائج صحيحة. نعم. يعني دكتور خلينا نحكي عن نتيجة المؤتمر، إذا فينا نقول لأي درجة اليوم صار في شيء جديد تطور الطب لحتى فعلا نحن نقدر نواكب لنا الأزمات، لنا الحروب وحاجة الإنسان البشرية دائما للحصول على الأفضل، إن كان أفضل مظهر أو فعلا الحاجة الحقيقية نتيجة الحروب والإصابات. تمام. ما في شك هو اختصاص الجراحة التجميلية بشكل العام على مستوى العالم هو اختصاص نادر من حيث مكوناته اللي بتدخل بتركيبه. الجراحة الترميمية هي أهم شق بجراحة التجميل، واللي هي اشتغلت كتير خلال فترة الحرب. ومن المعروف عالميا وبالأدب الطبي أنه خلال الحروب بتتطور كتير الجراحات وخاصة جراحة الترميمية، وهذا بالفعل اللي نحن شفناه والحمد لله توفقنا كتير بتدبير كتير أزيات يعني غير نموذجية غير وصفية مو مذكورة حتى بالكتب الطبية وبالمراجع. الشيء الثاني، النتائج اللي بتحصل عليها مع ضعف الإمكانيات اللي كانت موجودة بسبب الحصار، ما في شيء نحن بين إيدينا، عم يعني في نقص كتير بالأدوات. خاصة في الحصار كمان. تمام. كتير نقص بالأدوات، كتير نقص بالمستلزمات بغرف العمليات، ومع ذلك الحمد لله نتائجنا كل ما نعمل دراسة ونعرض مبارح بالمؤتمر اليوم حنعرض، كل ما نعمل دراسة عم نقارنا دائما بشيء عالمي، يعني من فضل الله النتائج عم تكون تضاهي، ما بدنا نقول أفضل بس تضاهي النتائج العالمية. نعم. مع ضعف الإمكانيات اللي كانت موجودة. طبعا هذا بيعكس خبرات كبيرة كتير وبيحسن كتير من مهارات زملائنا اللي منتشكرون اللي بقيوا بالبلد وخدموا الناس سواء كانوا من جرحى الجيش أو من الجرحى المدنيين، وطبعا هذا كلياته بيصب بالمصلحة الوطنية بشكل أساسي. طب دكتور شو الجديد بمجال الجراحة التجميلية؟ شو هي الأفكار الجديدة اللي طرحت بهذا الخصوص؟ تمام. هلا الجراحة التجميلية بشكل عام كل يوم في شيء جديد، وخاصة الشغلات اللي بنسميها نحن المتممات أو الأكسسوريز. يعني بالجراحة التجميلية دائما في عنا نحن كجراح تجميل بيدخل ثلاث شغلات مهمة بتكوين شخصيته الجراحية. أول شيء كم العلم والمعلومات اللي عنده إياها. ثاني شيء الأخلاق، وهي كتير نحن مهمة وكتير منصر عليها بكل لقاءاتنا ومؤتمراتنا، أنه نحن دائما ما نتجاوز حدودنا، وما يعني دائما في عنا شيء متعارف عليه بجراحة التجميل، بكل عضو في له أبعاد وله قياسات. إذا ما في تشوه ما لازم نعمل شيء حتى ما يصير في تشوه. الشيء الثالث هي الخبرة العملية واللمس الفنية للجراح اللي بتشكل بالنهاية شخصيته. هلأ ممكن نحن نحكي بشكل مهم عن كثر الاختلاطات اللي عم نشوفها للأسف ونسمع فيها كتير وعم تراجعنا على العيادات بشكل شبه يومي. طبعا مردة اللي حكينا أنا بعتقد وحسب ما عم نشوف ونحن كمجلس رابطة، ممارسة المهنة من قبل غير الاختصاصيين وغير الكفء، معظم الاختلاطات أكثر من 60-70% من الاختلاطات اللي عم نشوفها حاليا وهي للأسف كارثية وبعضها غير قابل للإصلاح، سببه رد ممارسة العمليات الجراحة التجميلية من قبل ناس مو اختصاصيين وغير مؤهلين وما عندهم شهادة جراحة تجميل. ونحن كمجلس رابطة كتير عانينا ووجهنا كتب للجهات المعنية، وإن شاء الله بنوصل للنتيجة إن شاء الله. يعني دكتور بالسنوات اللي جاية شو هي النقاط اللي حددوها حضرتكم إن كان لإعادتها بشكل أفضل أو حتى النقاط اللي المفروض تتجنبوها لنجاح هذا المؤتمر أو حتى ليكون بشكل دوري؟
نعم. هلا نحن اول شيء اعاده المؤتمرات بشكل سنوي، عندنا نحن بشكل فصلي كل شهرين او ثلاث شهور عم نعمل ندوات علميه على مستوى القطر، وعم يحضرها ناس من المحافظات. عم نعمل مثل ما حكينا انه عم نرسم الخط الصحيح اللي هو موجود اصلا، بس نحن عم نحرض الناس، عم نورجيهم بالمحاضرات الاختلاطات اللي ممكن تكون كارثية وكيف تدبيرها بالطريقة الأمثل. دائما نحن بكل حالة ترميم أو تجميل في عنا عدة خيارات، طبعا تعتمد حسب المريض، حسب الإصابة، وحسب خبرة الجراح والإمكانيات المتوفرة لنوصل بالحالة للنتيجة الأفضل. فهو أنه الخط الرئيسي اللي بنرسمه ويمشوا عليه بقية الزملاء مشان نخفف كتير من الاختلاطات اللي عم نشوفها. دكتور وائل البرازي، نحن بدنا نشكرك كتير على وجودك وعلى المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله تضل هالمؤتمرات قائمة وتجمع كل الأطباء ويتبادلوا الخبرات حتى تحمل رسائل توعية كمان للمجتمع كمان قبل الأطباء. شكرا لوجودك. شكرا لكم. أكيد نكرر شكرنا لحضرتك دكتور، الشكر كمان أكيد لجميع الأطباء السوريين اللي بقيوا بالبلد، ومثل ما تفضلت وحكيت دكتور كان لهم فعلا دور كتير فعال بهي الحرب. شكرا لك. شكرا يا أهلا. هلا مشاهدينا صار الوقت لحتى نروح بجولة سريعة على أبرز أخبار الثقافية المحلية العربية والعالمية. البداية طبعا من دمشق، فمع استمرار الفعاليات المرافقة لمعرض الكتاب في دورته 29 في مكتبة الأسد، قامت الدكتورة بثينة شعبان بإطلاق كتابها الجديد. تفاصيل أوفى خلونا نتابعه مع بعض مع زميلنا رامي عباس. على هامش معرض الكتاب الدولي 29 ألقت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية محاضرة ركزت فيها على أهمية وجود منظومة من الأفكار والقيم والأخلاق التي تسمح لمشروع المقاومة أن ينتصر ليس فقط على العدو الصهيوني، وإنما على مشروع إرهابي تكفيري يهدف إلى تدمير كل الإرث الثقافي للبلدان العربية، وذلك بحضور وزير الإعلام المهندس رامز الترجمان وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية وشخصيات سياسية واجتماعية وأهلية. وقامت الدكتورة شعبان عقب المحاضرة بتوقيع نسخ زوار المعرض من كتابها حافة الهاوية وثيقة وطن، الذي يستعرض في 10 فصول الرواية التاريخية لمباحثات القائد المؤسس حافظ الأسد وهنري كيسنجر قبل حرب تشرين التحريرية وبعدها. معركتنا اليوم هي سياسية وفكرية وأخلاقية ضد هذا الفكر وضد كل من يستهدفوننا وضد كل من يتآمرون على بلدنا، وقد حان الوقت أن نعيد الاعتبار للقراءة وأن نعيد الاعتبار للكتابة وأن نعيد الاعتبار للفكر وأن نعيد الاعتبار لتربية أجيالنا ولتعريفهم بثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا وتحصينهم من كل محاولات التغريب التي تستهدفهم. المعركة اليوم لم تعد معركة وجود، بل أصبحت معركة ثقافة وأصبحت معركة هوية، وهذه لا تقل خطورة ولا صعوبة عن معركة الوجود. ويقدم الكتاب تفاصيل دقيقة وغير مسبوقة عن اللقاءات 14 التي حصلت بين القائد المؤسس حافظ الأسد وكيسنجر في شهر أيار عام 1974، والتي اعتبرت من أطول المفاوضات المكوكية في التاريخ الحديث. بالتعاون مع مديرية الثقافة تقيم جمعية أبناء جولان الخيرية حفلاً فنياً في السويداء تضامناً مع أهالي جولان ورفضهم أيضاً لقرار الكيان العدوان لإجراء أيضاً انتخابات مجالس محلية. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في السويداء شام حمدان. جمعية أبناء الجولان الخيرية بالتعاون مع مديرية الثقافة أقامت حفلاً فنياً تضامناً مع أهالي جولان المحتل ورفضهم لقرار كيان العدو إجراء انتخابات مجالس محلية. عم يعبروا من خلال هذه الوقفة عن صمود وثبات وتمسك بهوية العربية السورية، تمسك بانتماء لوطن الأم سوريا، رفض لكل قرارات كيان الاحتلال ومحاولاته لتهويد أرض الجولان أو سلخ الجولان عن وطن الأم سوريا. هذه الفعالية اليوم هي مهداة لأهلنا بجولان السوري الحبيب بمناسبة الوقفة اللي قاموا فيها أهلنا برفض
انتخابات او قرار بفرض انتخابات المجالس المحليه بالجولان السوري، وهذا بنعده نحن بدايه لفرض الجنسيه، واكيد راح تكون ساقطه حكما مثل ما سقطت ب 82 بفتره الاضراب الكبير. خلال الحفل القيت عده كلمات اكدت الوقوف مع الجولان المحتل بوجه كل المخططات الرامية لتهويده، بالإضافة إلى تكريم المشاركين في الحفل وأصحاب الأيادي البيضاء. نحن نعتبر دائما الجولان هو قلب سوريا، والمطلوب دائما الوقوف بجنب شعبنا الصامد بالجولان سابقا واليوم والمستقبل. جبل العرب لن يتجزأ عن سوريا الأم، وخاصة أرضنا وشعبنا الحبيب بالجولان. نحن واقفين وقفة تضامنية، وقفة أخوية، وقفة أهلية مع أهلنا في جولان، لأن جولان عربي سوري. لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يمحو هذا التاريخ، لأنه قطعة من سوريا. لذلك حاولنا من خلال المسرح أن نؤكد من خلال الكلمة ومن خلال الرقصة ومن خلال الفن أن جولان العربي السوري هو جزء من سوريا، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف يكون في حضن الوطن. نوجه التحية لأهلنا بالجولان وصمودهم وكبريائهم، وإني أهل التصدي وأهل الصمود. كما قام أحد أبناء الجولان المحتل بتوجيه كلمة شكر لسوريا ولمواقفها المشرفة، مشيدا بصمود وتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري بوجه هذه الحرب الكونية، مؤكدا وقوف أبناء الجولان المحتل مع وطنهم الأم ورفضهم لكل مشاريع التهويد وعدم تنازلهم عن الهوية السورية مهما بلغت التضحيات. نهاية جولتنا الثقافية لليوم مع الاعتراف، حيث شارك شرف المخرج السوري باسل الخطيب على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائي الجديد الاعتراف من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. تدور أحداث الفيلم في زمنين، الأول مطلع ثمانينات القرن الماضي والذي تعرضت فيه سوريا لإرهاب التنظيمات التكفيرية، الثاني خلال الزمن الحالي عندما واجهت البلاد هذه الجرائم من قبل التنظيمات الإرهابية بعد أن اتخذت طابعا أكثر وحشية وهمجية. يلعب بطولة الفيلم الذي يجري تصويره ما بين دمشق وطرطوس وريف حمص كل من غسان مسعود، ديما قندلفت، محمود نصر، كندا، حنا روبين، عيسى، وبالاشتراك مع وائل أبو غزالي وغيرهم. ومن المقرر أن يكون الفيلم جاهزا للعرض أواخر العام الجاري. جولتنا الثقافية لليوم وصلت لنهايتها، متابعين باقي فقراتنا لليوم لكن بعد هالفاصل. هلا زينب، وصلنا طبعا لفقرتنا التالية اللي رح نبدأها طبعا مع الظواهر الفلكية اللي عم نشهدها شهر آب الحالي، واللي بدأت بخسوف القمر. نحن نختمها بالحدث الأبرز وهي ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والذي قد يستمر 90 دقيقة كأطول كسوف شهده العالم. لنعرف فرح شو هي الظواهر الفلكية هالشهر، معنا بصباحنا الأستاذ محمد العصيري رئيس الجمعية السورية للفلك. سعد صباحك. صباح الفلك. صباح الخير زينب، صباح الخير فرح، صباح الخير لجميع المشاهدين، سعيد صباحكم. صباح الفلك، صباح يعني فعلا اذا بدنا نسمي هذا الاسبوع اسم، اذا يعني حبينا نطلق على هذا الاسبوع اسم، هو اسبوع سواء الظواهر الفلكيه او الاشاعات الفلكيه اللي مو معقول قديش هذا الاسبوع منتشرة تماما بشكل غريب جدا. اكبر كم من الاشاعات الفلكيه خلال فتره قصيره، كان في مسابقه عالميه والعالم حلاوته يمكن كمان فرح بتصدق، هي بتجذبها هي الاخبار وبتصدقها. صحيح. يعني اكثر شيء كان بيضحك كمان انه نهايه العالم. فاليوم بدنا نحكي عن شهر اب بشكل عام. تمام. ابرز الظواهر الفلكيه، ابرز الاشاعات مشان العالم ترتاح نفسيتها انه ما في نهايه للعالم هالاسابيع. أكيد. يعني في نقطه كثير مهمه، اذا بدنا نحكي مثلا بالاشاعات كاخبار علميه نقول انه الاسبوع القادم بده ينتهي العالم بسبب ضرب الارض بكوكب النيبيرو، وكسوف كلي رح يحدث زلازل وبراكين، رح تنتهي الأرض بعد أكثر من أسبوع 10 أيام تقريبا بسبب الزلازل والبراكين، ورح تنتهي الأرض بعد منا بسبب الهطل الشهابي اللي حيضرب الأرض ويدمرها. يعني ثلاث مرات رح تنتهي الأرض. تمام. شو هالعذاب؟ ما بعرف إذا في آخر شيء، إنه في آخر ما سمعته إنه في إحدى الدول عم يجدوا سكانها بسبب نيزك. كل هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. أولا كوكب نيبيرو، هذه الإشاعة مبنية على قضية سومرية أو على أسطورة سومرية. هذه الأسطورة السومرية بتقول أنه بعام 2017 إذا حدث خسوف وكسوف سيأتي كوكب اسمه نيبيرو يصطدم بالأرض. أولا
الخسوف حتما يليه كسوف أو يسبقه كسوف، هذا قانون. كوكب نيبيرو لا وجود له، هذا كوكب خيالي. كانوا السومريين من 4000 سنة يطلعوا على السماء، فما كان عندهم ترتيب الكواكب مثل ترتيبنا، ما كانوا يعرفوا أورانوس ونيبتون وهالكواكب مثل ما بنعرفها نحن اليوم. فلما رصدوا كوكب أورانوس تحديدا أو نجم ما بزمانهم سموه نيبيرو. أما هو ليس موجود وليس له أي علاقة بالأرض، ولن يصطدم بالنهاية بالأرض. وتاني شيء، عندنا تلسكوبات، عندنا مراصد قادرين نحن نحدد أي كويكب يهدد الأرض بشكل كامل ل 400 سنة. فنحن قادرين من هلا ل 400 سنة نقول انه في كويكب يهدد الارض ولا لا، مو لبكره. فبالتالي لا يوجد اي شيء. اما موضوع الكسوف الكلي، نعم مثل ما تفضلت فرح بمقدمته، هناك كسوف كلي طويل مدته 93 دقيقة لن تشهده الدول العربية وسوريا. سيبدا من جنوب امريكا وينتهي في شمال امريكا. ميزة هذا الكسوف انه هو الاكبر الاطول بهذا القرن فقط لا غير، 93 دقيقة. لكن تكرر 93 دقيقة عام 1838، حيكون كسوف كلي مدته دقيقتين الكسوف الكلي، اما من جزئي لجزئي 93 دقيقة. العدد السكاني اللي حيشاهدوه عدد الناس 14 مليون، فبالتالي حتى عدد المجاهدات نسبيا قليل. هذا الكسوف ميزته انه هو اخر كسوف بهذا العام بس، مو اكثر، يعني ما في غيره واخر واحد، عشان هيك اخذ هالضجة. ثاني شيء، وسائل الاعلام بهمها انه تنقل صورته، بهمها انه يكون في مشاهدة له، هذا الشيء كمان عطى زيادة في اهتمام العالمي. نعم سيحدث كسوف كلي، لكن زينا فرح، لا علاقة للكسوف الكلي بالزلازل، لا علاقة للكسوف الكلي بالبراكين، والأهم من كل هالكلام، لا علاقة للكسوف الكلي بارتفاع درجات الحرارة. أساساً نحن ب 21 آب اللي هو موعد الكسوف الكلي راح تكون بلشت الحرارة تعتدل وخلص آب اللهاب، فبالتالي ما حيكون في ارتفاعات حرارة مثل ما عم يصفوا هلا. وللأسف الشديد بلشوا يتناقلوا أنه حرارة راح توصل لحيطان الخمسينات، هذا كلام مو صحيح. هذا كله في وراء لعبة، في وراء ناس عم تتفنن بإيذاء الناس وتضييع العلم الحقيقي، عم تتفنن بكيف خلينا نسميها ياخذوا يمتصوا طاقاتنا، سواء الطاقات الإيجابية اللي عنا أو طاقات البلد. لأنه لما تطلع دعاية أنه الحرارة رح تكون عالية، لا إراديا نحن رح نستجر الكهرباء بشكل أكبر، رح نستهلك كهرباء بشكل أكبر، فبالتالي هي عملية، رح ننزع عسون نشتري مواد غذائية، هي عملية. إذا في شيء من وراء هالإشاعات، عم تطلع الإشاعات من مراكز دراسات وأبحاث، وعم يشوفوا مدى انتشارها ومدى تصديق الشعب العربي إلها. للأسف الشديد أنا ما بنكر أنه في إشاعات للغرب، لكن في إشاعات أيضا للعرب، خاصة للعرب. صحيح. تماما، عم نلاحظ كيف في العرب كيف عم يتناقلوها بسرعة أكبر، كيف عم تنتشر. هذا الشيء كله عم يندرس، هذا الشيء كله له أبعاد سياسية، له أبعاد اقتصادية، فلازم ندير بالنا. تمام، رجاء من كل المشاهدين لما تصلهم إشاعة بس يحكموا عقلهم، يعني يفكروا فيها. يعني كنا نحن عم نمزح قبل شوي انه معقول مثلا يكتبوا على المعلبات صالحه لمده 2018 وتكون نهايه العالم بعد اسبوع؟ مو منطق. وكالات الفضاء اللي عم تطلع الصواريخ، عم تطلق الصواريخ، الاقمار الصناعيه اللي عم تحضر لها، هي كلها شو؟ اذا كانوا وكالات الفضاء بيعرفوا انه نهايه العالم الاسبوع القادم، ليش لا يدفعوا مليارات الدولارات للصواريخ؟ اكيد استاذ، مثل ما قلت يمكن في منطق ايضا انه بعد كل هالتطور مو معقول ما نعرف اذا في تهديد للارض او لا. لكن خلينا نحكي عن الظاهره اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي واللي شاهدها السوريين، وهي وشفنا صور القمر بكل محافظات سوريا، كل حدا عم يصور القمر، شفناهم على الفيسبوك. نحكي عن هالظاهرة وأيضا شو ممكن تأثر أو شو أثرت. كثير حلو. هلا بالفعل 7 آب حدث خسوف جزئي في سوريا، نسبته كان 20% 23% وصل إلى 25% بجنوب سوريا. نعم. كان من الخسوفات الجميلة جدا الراقية جدا، ما كان في عنا خسوف كلي بأي منطقة بالعالم إطلاقا، كله كان خسوف جزئي، تراوحت نسبته بين 10 أو بالأحرى 2% وصلنا ل 40-50% في المنطقة العربية. فإذا كان خسوف جزئي جميل جدا. القمر كان بدر، مع الساعة 8:15 بدأت الأرض تحجب ضوء الشمس على القمر، فبلش القمر يتعتم جزء منه مثل ما شفتوا بالصور، وبلش يمتد هذا السواد لحتى أخذ 20%. إذا لاحظنا المنحني تبع الأرض، بنلاحظ أنه منحني دائري، قوس من دائرة، هذا يثبت أنه الأرض كروية. بالضبط. اثنين، الخسوف لا يحمل معه أي تأثير سوى مشاهدته الجميلة جدا، لكن ساعدنا زينب فرح بموضوع كتير مهم وكتير يهم المشاهد، اللي هو موضوع حساب منتصف الشهر القمري. وقت يصير خسوف هذا منتصف الشهر القمري، هذا ليلة 15 الشهر،
بالتالي وبدي يكون سر بيناتنا هيك نحن بنقدر نعرف مبدئيا امتى بيكون العيد. يعني وفق الحسابات الفلكيه قلتوا لي انتم انه 21 شهر في كسوف صح؟ انا ما حكيت شيء. فاذا 21 راح يولد الهلال، 22 هو اول ايام ذي الحجه، فبيكون وقفه عرفه يوم الخميس، واول ايام عيد الاضحى فلكيا هو يوم الجمعه. طبعا وهي سكوب لكم السماء اعلنا عنه، ويبقى القرار النهائي طبعا عند الجهات المسؤوله، لكن وفق الحسابات الفلكيه لانه عندنا خسوف وعندنا كسوف انضبط بداية منتصف ونهاية الشهر القمري. هذا أعطانا أريحية سواء نحن أو كل الدول العربية والإسلامية بمعرفة تماما متى هو عيد الأضحى. يعني هذا الشيء بيريح كل الدول العربية والإسلامية أنه نحن حندخل عيد الأضحى بشكل صحيح بشكل مضبوط، لأنه عندنا كسوف، الكسوف بيضبط تماما ولادة الهلال بكل الدول. له تأثيرات فلكية على الإنسان القمر الدموي؟ كثير حلو. هلا اذا حكينا عن القمر البدر بشكل عام، يعني انا عم ابتعد عن حاول اتفادى كلمه دموي، لانه كلمه دموي كان فيها اساءه للقمر. القمر هو الجمال، هو العطاء، فما فيني انا اوصفه بالدموي، يعني عم اعطيه رعب. صحيح. القمر بحياته ما كان رعب، فانا عم ابتعد عن كلمه دموي. كان هذا اللون الاحمر اللي بالضبط كان فيه، اللي هو لون بسبب اب بشكل عام. اب بيكون الشمس مثل ما بنعرف حاره، فبالتالي شروق القمر بيعطيه انعكاس ضوء احمر، لكن خلينا نسميه لون الحب، القمر المحبوب مثلا. فالقمر بالنسبة للإنسان كثير بيأثر. يعني لو حكينا يوم الخسوف تحديدا، زينب وفرح، كان بدي منكم تجربة أنه شوفوا نفسيتكم لما يصير خسوف. الإنسان بيقدر يكون طبيب نفسه وقت الخسوف. الخسوف بيكون القمر بدر، بالتالي عملية المدوي الجزر قصوى. نعم. والكسوف يعني نحن هذا كمان بيمشي على الكسوف، ندقق على جسمنا. إذا لقينا وقت لحظة الكسوف أو الخسوف أنه نحن بلشنا نتوتر، بلشنا نعصب، يعني نحن عندنا مشكلة بالقلب لا سمح الله، ضغط دمنا مرتفع، لازم ناخد شيء يخفف ضغط الدم. إذا لقينا بالعكس أنه كتير رايقين لدرجة مو معقولة ومتكاسلين هيك، وهذا بيكون ضغط الدم منخفض، أيضا بده علاج. أما إذا لقينا حالنا طبيعيين تماما فبيكون جسمنا صحي. هذا أول تأثير. ثاني تأثير، توارد الدماغ على الدماغ، توارد الدماغ على الدماغ ايضا يعكس تاثير القمر والشمس الكبيرين على الانسان. وفينا نحن نعرف حالنا يا ترى قديش مدى تاثير القمر علي. بهذا الحاله انا بعرف امتى ولدت بالشهر القمري وشو مدى تاثري بالقمر. بهالحاله بضبط اليوم بالشهر اللي بكون انا فيه غير مسرور، بكون فيه معصب، بكون فيه مالي مرتاح روح على الشغل. كل واحد فينا له يوم بالشهر بحس بهذا الشعور. لكن الاجمل من كل هالاحداث الفلكيه هو الحدث الفلكي اللي راح نشهده اليوم. اليوم مدعوين زخات الشهب. تماما، اليوم مدعوين انتم والمشاهدين الكرام لرؤيه الشهب تزين السماء. اليوم بصراحه زينب وفرح مستناه من السنه للسنه. هذا اليوم، هذا اليوم نحن بنعتبره للسماء، هديه للسماء، نرتاح هيك ومنقضي ليله كامله نطلع بس بالسماء، نتامل بالسماء. هذا اليوم، اليوم نحن كفلكيين كمان المشاهدين وانتم مدعوين لمشاركتنا. حيكون في ليله رصد بدمشق بصحنايا، راح يكون مجهز لكل التلسكوبات، راح تبدا الساعه 7:30 مساء تستمر لبكره الساعه 6 فجرا. حنمضي الليله ونحن عم نعد الشهب ونراقبها. طبعا حيكون في عندنا برنامج عمل منا رصد كوكب المشتري وزحل والقمر والزهره والتجمعات النجميه والتدريب على التلسكوبات وفيلم علمي، وبالاخير نرصد الشهب بين الساعه 12 و4 فجرا. يعني ما بيقدر يشارك معنا عنده احتمالين. الاحتمال الاول اذا كان عنده منطقه بعيده عن اضاءه المدينه بكل بساطه، واذا كانت كهرباء مطفيه هي لصالحنا، يعني هي ميزه لنا. اليوم بس باليوم بس تماما يطلع اتجاه الشمال والشمال الشرقي. نعم. الشمال الشرقي من الساعة 12 ليلا حتى قبيل شروق الشمس أو قبيل الفجر. نعم. بلاقي في شهب عم تطلع بشكل جميل جدا ويبلش يعدها. متوقع العدد 80 ل 90 شهاب بالساعة. يبلش يعدها ويتأملها، ممكن يسمع صوته إذا كان هدوء تام، ممكن يشوف ألوانه إذا كان عنده المكان واضح، ويبلش عدة من أروع ليالي رصد الفلكي. حتستمر اليوم وبكرة، يعني اليوم لحتى قبيل الفجر وبكرة حتى قبيل الفجر. هي البرشاويات نسبة إلى البرج برشاوس. هاي الشهب هي عبارة عن بقايا مذنب اسمه سويف التطل، آخر مرور له كان عام 1992 بمرك 133 سنة مرة. الله يعطينا طولة العمر 2125 إذا بنقدر نحضره. ترك بقايا الأرض، تمر في هذه البقايا، الاحتكاك ما بين الغلاف الجوي وهذه البقايا تولد هذه الألعاب النارية الجميلة جدا يلي ممتع جدا عدة ورصدة وأحصاء. والتمني
والتمني بيقولوا زي اللي بيشوف شهاب بيتمنى امنيه يا رب تتحقق يا رب باذن الله تعالى. نحن طبعا عندنا وقت زينب بتتمنى تمام عندنا شهب كثير. نحن بسوريا عملنا اكثر من مكان للرصد الفلكي يعني بامكانهم ولو اسف ذكرتها انه بامكانهم يفوتوا على صفحه الجمعيه الفلكيه السوريه ويشوفوا اماكن الرصد يلي ما بيقدر يشاركنا وما عنده عتمه. نحن رح ننقل الشهب حتى على صفحتنا بس مباشر يشوفوا كيف حيكون في العاب ناريه بالسماء. نحن بنسميها العاب ناريه بس هي العاب طبيعيه جميله جدا. الملاحظه المهمه لم تصل صحه فرح لم تصل هذه الشهب الى الارض اطلاقا اطلاقا يعني كمان هلا حيطلع لنا اشاعه انه الارض رح تنقذف بشهب وبنشوف اشاعات كثير لن تصل الى الارض. هي في اعلى طبقه من الغلاف الجوي تحترق فما لها واصله للارض اطلاقا ما لها اي تاثير ابدا طبعا. بالعكس الشغله الميزه الوحيده فينا نستفيد منها ايضا بغض النظر عن عدة انه نجيب هذا الراديو القديم اللي له انتين في قنوات نحن ما بنسمعها ما بتصلنا ترددها مثل الاذاعات اللبنانيه القبرصيه. اذا ولفنا على شيء رقم اذاعه اخذناه من الانترنت لما يمر شهاب بيعكس تردد هذيك الاذاعات فبنسمع صوت اذاعات الجوار. فنحن بنعد الشهب اما بالرؤيه او من خلال الترددات اللي عم تجينا ايضا من الظواهر الفلكيه الجميله جدا اللي دحوي للناس ينسوا همومهم. والله يا زينب ابو فرح لما تاملوا السماء بهذا اليوم جد بتحسوا همومكم راح. جربوها قضوا نص ساعه ساعه وانتم عم تقبلوا بس السماء هيك بتحسوا كل هموم حياتكم مسحت بتحسوا قديش هي السماء كبيره والارض صغيره وقديش همومنا نحن قديش صغار تماما بالضبط وهمومنا بسيطه قدام وسع السماء صحيح. وبنريح نفسيتنا وبناخذ طاقه ايجابيه جميله جدا وبنرجع يعني بنقبل على الحياه يعني انا نحن بنعرف هالليله وقيمتها كل سنه نحن بنستناها باللحظه لانه بنعرف انه بهالليله نجي ثاني يوم نفسيه جديده بروح جديده. احنا اليوم عنا عمل كنتوا انتوا اليوم بمقدمه حلقتكم عم تقولوا يوم الجمعه ونهايه اسبوع نهايه عمل لا بالنسبه ان اليوم هو ذروه عملنا رح نكون 24 ساعه من 24 ساعه مستيقظين لكن هالذروه ممتعه جدا وفعلا دعوه لكم اذا بتقدروا تشاركونا لانه متعه هائله جدا اذا ما قدرتوا عن جد لا تروحوها من ايدكم فرصه بس اهم شيء بعيدا عن اضواء المدينه وعن اضواء السيارات لانه اضواء السيارات بتجي على عيوننا ما بتخلينا نشوف الشهب حتما لازم نكون بعيدين عن اضواء المدينه يعني نطفي اضويه البيت إذا ما كانت مطفية الكهرباء ونتأمل السماء. نعم يعني مثل ما حكينا أستاذ هذا الشهر آب هو ظواهر كثيرة اليوم رح نشهد من أجمل الظواهر لكن 21 آب كمان في ظاهرة الكسوف القليل للشمس خبرنا عنك تمام إذا صار عندنا 7 آب يوم 11 آب و21 آب وعندنا كمان لاحقا بعد 21 آب أيضا بنهاية آب في عندنا المريخ سيكون في أقرب نقطة للأرض كمان رصده حلو لكن خلينا ندقي على 21 آب بصفته أنه الحدث الفلكي اللي حيجي وحيكون له ضخ إعلامي كبير السبب بضخه الإعلامي أنه العلماء بيستنوا هذا الكسوف لدراسة الرياح الشمسية لدراسة النشاط الشمسي بصراحة فرحوا زينب نحن هاي السنة هي سادس سنة على التوالي تسجل الحرارة فيها أعلى المعدلات يعني نحن فعلا عندنا معدلات غير مسبوقه بالحراره العلماء مستنفرين 21 آب لدراسه الكسوف الكلي لرؤيه يا ترى هل سيظهر رياح شمسيه هل هناك شيء مع الشمس ما عم نعرفه شو سبب هالارتفاعات الهائله هل كما هو متوقع من عمل الانسان ام لا في شيء على الشمس نحن مو عارفينه هي الفرصه الوحيده لحتى نحن نشوف الشمس وكيف وضعها لانه لما يجي القمر ما بين الارض والشمس يحجب ضوء الشمس فبيترك لنا الهالة حول الشمس هالهالة حول الشمس شدتها ارتفاعها فينا نلاقي جواب تماما لازم نلاقي الجواب حتما هل الانفجارات هي بتعطينا الجواب يا ترى هل كانت الشمس هي المسبب أم الشمس بريئة كما هو متوقع فعليا فالكسوف عم يترقبوا العلماء بنفس الوقت هواة الفلك مجهزين كاميراتهم ليلتقطوا صور مثل ما نحن التقطنا صور الكسوف هن مجهزين كاميراتهم ليلتقطوا صور الكسوف نادرا ما يمر كسوف بمنطقة ونرجع نشهد كسوف كلي تاني يعني مثلا انتو ذكرتوا بحدثة في مثل هذا اليوم عام 1999 الكسوف الكلي في عنا عام 1999 حدث كسوف كلي في عين ديوار في دير الزور تمام لحتى يمر مئات السنين ليرجع يتكرر هذا الكسوف في هذا المكان فبالتالي من شهد هذا الكسوف حياته لن تسمح له فترة عمر الإنسان لن تسمح له برؤيته مجددا حتى مذنب هالي اللي شافه عام 1984 بده 76 سنة كمان يمكن ما تسمح له حياته يشوفه مرة تانية مشان هيك الكسوف يكون ذو قيمة لأنه هذا اللي بيشوفه أو الشخص المتابع اللي بيشوفه قد لا يكون إلا مرة واحدة في حياته ولا تتكرر تمام صحيح بالفعل مثلا هلا انا فتره حياتي ما شفت كسوف كلي بسوريا ما مر علينا كسوف كلي جزئي مر اما كلي لم ما مر
حتى مذنب انه نشوفه بالسماء هو عم يعبر. يا رب يدعمنا نحن وياكم نحكي شي مره يا رب هيك يكون في ظاهره فلكيه هي مرور مذنب ونتابعها ونصورها لانه متعه ومن الاحداث الفلكيه المهمه. استاذ محمد يعني حكينا عن تاثيرات الخسوف، خلينا نحكي عن تاثيرات الكسوف ايضا على الانسان ان كان في جسديه او نفسيه حتى. كثير حلو، الكسوف كمان له تاثيرات. اول شيء قبل ما نحكي عن الانسان كمان بدي احاول انه ما نكون نحن الفحيدين يلي على الكره الارضيه، في عندنا الحيوان، حيوان يتاثر بشكل كبير بالكسوف. ومن الغرابه انه يشعر الحيوانات انه لما يصير كسوف انه الليل حمل، فبتروح مثلا الحيوانات لبيوتها وبتنام وبتضطر ترجع تفيق بعد ما يخلص الكسوف. هينا الظواهر الفريده للحيوانات. بالنسبه للانسان الكسوف ايضا يرتبط بجسم الانسان، بخلايا جسم الانسان، بنفسيه الانسان. يعني في ناس يلي خلينا نسميها بتعدي معها بتنبسطي، نحن بنقول لهم ذات طاقه ايجابيه، هدول الكسوف بيعطيهم طاقه اكبر، بتلاقي متعه بالجلسه معهم. بالمقابل للناس المتشائمين الكسوف بيزيد تشاؤمهم، بيزيد سلبيتهم، بيزيد الحاله النفسيه السيئه عند بعض الناس. الكسوف بشكل عام هي ظاهره فلكيه جميله جدا، جميل مراقبتها، جميل معرفه انعكاسها على جسمي لحتى اضبط انا مين، لحتى اعرف انا شو، يعني حتى اعرف وين اخطائي، وين الجوانب السلبيه بحياتي حاول اتفاداها. بنفس الوقت اضبط الدوره الدمويه بجسمي، يا ترى انا من ذوي الضغط الدم المرتفع ولا العادي ولا المنخفض. بالنسبه للارض كثير بيقولوا انه الكسوف يؤثر على القشره الارضيه ويسبب زلازل. لم يسبق ان سجل زلزال مترافق مع كسوف. قد تحدث صدفة انه زلزال وكسوف لكن ما حدثت سابقا، بس ما في ارتباط، ما في ربط، الا في حال واحد لا سمح الله اذا كانت الشمس والقمر اقرب ما يمكن الى الارض، وقتها ايه ممكن يصير زلازل، وهذا شيء محسوب وحاليا غير متوفر، يعني هالشروط غير متوفرة، فبالتالي لن يحدث كوارث على الارض. ستمر الظاهرة بهدوء، سنشهد صور جميلة جدا، حنشوف مسابقات بالتصوير، حنشوف مسابقات بالفيديوهات، وحنشوف دراسات علمية حول هذا الموضوع. للأسف نحن ما حنشارك فيها لأنه نحن الكسوف نحن بهمنا الدراسة تماما، لأنه بعيدين جدا عن الكسوف، حيكون فقط بأمريكا الجنوبية، سيمتد إلى أمريكا الشمالية، فمنطقتنا كلها حتى الأوروبيين بعيدين تماما عن مجرى الكسوف. المفارقة بكلمتين أنه في رحل طيارات، عجبتني أنا هاي، في رحلة بالطيارة بتقطع تذكرة بتمر فقط مع الكسوف، يعني تمشي الطيارة مع الكسوف هيك ليخلص الكسوف وبتهبط، ما بدأ فيزا، ما بدأ تأشيرة، بس بدأ رسم الطائرة بحدود 400,000 أو 500,000 دولار فقط لحتى تمشي وتتابع الكسوف والطائرة من بدايته لنهايته، 93 دقيقة يعني كامل مع الكسوف. هي من الأمور التجارية التي استثمر فيها الكسوف. أيضا رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية مجهزين كاميراتهم، كمان رح يشوفوا الكسوف لكن بطريقة أخرى، رح يشوفوها من الفضاء بطريقة أخرى تماما، ما حيشوفوها الكسوف الكلي مثل ما نحن بيظهر عنا. لكن بالنهاية الدعوة اليوم لا ننسى، هي فرصتنا 11 آب من أجمل الظواهر الفلكية اللي بتمنى أنه ما ننساها. 12 بالليل للفجر، قبيل الفجر، قبيل الزروة. الفجر الذروة، وأكيد بكرة الشمال كمان الشمال الشرقي تمام. يعني عالم الفلك ما بينشبع منه، عالم كتير واسع وفي كتير عنا من الفضول حتى نعرف تأثير الفلك على حياتنا وشخصيتنا. إن شاء الله بالحلقات القادمة بنحكي أكثر عن هالموضوع. شكرا لوجودك وعلى كل المعلومات، وإن شاء الله هيك ليلة اليوم سعيدة بمراقبة الشهب. تسلم ايديك زينب، كل الشكر لك ولفرح ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك، أكيد الحديث ما بينشبع من حضرتك أستاذ، نتمنى دائما يكون في حلقات جاية مع حضرتك ونعرف معلومات أكثر. شكرا. أما هلأ مشاهدينا فصار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهدها الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح النور فرح، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن مصدر عسكري سيطرة الجيش العربي السوري على مساحة تزيد على 1300 كيلومتر مربع وجميع المخافر المنتشرة على الحدود مع الأردن في ريف السويداء الشرقي، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها. وقال المصدر إن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة حققت نجاحات كبيرة بعملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في منطقة سد الزلف، وفرضت سيطرتها على مساحة 1300 كيلومتر مربع وعدة مرتفعات حاكمة ومعبر أبو شرشوح بريف السويداء الشرقي.
وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف يعلن أن بلاده تواصل الإعداد لعقد الاجتماع المقبل في أستانا حول الأزمة في سوريا والمقرر نهاية الشهر الجاري. ونقلت وكالة سبوتنيك عن عبد الرحمنوف قوله: إنه ليس لدي ما أضيفه، فنحن نقوم بشكل منهجي بالإعداد للاجتماع المقبل الذي من المقرر عقده وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا نهاية آب الجاري. أصيب 4 أطفال فلسطينيين بجروح ورضوض جراء دهسهم من قبل مستوطن في شارع العين ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، كما أصيب 7 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب انكشاف قوات إسرائيلية خاصة من المستعربين حاولت اعتقال أحد الفلسطينيين في بلدة بيت ريما قضاء رام الله، إلا أنه تمكن من الفرار. أعلنت الخطوط الجوية التركية تخفيضات على أسعار تذاكر السفر إلى مدينة القدس المحتلة بحركة وصفت على أنها تشجيع على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وقال المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال إكشي في تغريدة عبر موقع تويتر إن أسعار التذاكر من مطار صبيحة غوكتشن الدوري في القسم الآسيوي من اسطنبول إلى مدينة القدس تبلغ $159 فقط لرحلتي الذهاب والإياب. في خبرنا الأخير، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الديمقراطية بأن عليها أن تقلق جدا جدا مما سيلحق بها إذا فعلت شيئا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب زعمه. وشدد ترامب على القول إن تهديده لكوريا الديمقراطية بالغضب والنار ربما لم يكن شديدا بما فيه الكفاية. وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب إعلان بيونغ يانغ أنها تخطط لإطلاق 4 صواريخ بالقرب من جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا علا أبو خضر من غرفة الأخبار، وهلا مكملين أكيد بآخر فقرة من صباحنا غير. فقرتنا الأخيرة فرح لليوم، رحلتنا الصباحية من حمص فبهدف إعادة القلق لمدينة تدمر التاريخية عبر إعادة تأهيلها وترميمها أثريا وسياحيا. عقد اجتماع بين مديرية الأثار ومحافظة حمص ضمن فريق عمل واحد. تفاصيل أوفى بتقرير مراسل الإخبارية بحمص أسامة ديوب. استنادا إلى المعايير الدولية التي تعطي الأولوية لأصالة الموقع، بحث محافظ حمص طلال البرازي والفريق المختص مع المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم مشروع الدراسة التي نفذتها المديرية بخصوص تحديث الموقع الأثري في مدينة تدمر ومنطقة الحماية التابعة له والاشتراطات المطلوب تطبيقها بالمستقبل وفقا للمعايير الدولية. طبعا بما أصابت تدمر من الدمار وعلى أيدي الإرهابيين والتدمير لما هنالك، كانت هناك رؤية أيضا لإعادة النظر في بعض الأمور قد تكون ناقصة، قد بحاجة إلى إعادة تركيبتها بطريقة علمية بما ينسجم مع المعايير الدولية. اليوم نحن مصرون على حماية تدمر كمنتج ثقافي عالمي، تراث عالمي، نسجل مصداقية عالمية، مصداقية العالمية. كم سوريون إن كانت مديرين عام الأسر المتحف وزارة الثقافة السورية أو المحافظة والجهات الثانية متفقون على الرؤى التي تخدم لحماية موقع تدمر. نحن مقتنعون أن تدمر سيعاد ترميمها، المباني التي تضررت، وسيعود السكان إلى هذه المدينة، وستكون هناك استثمارات، وستكون هناك نشاطات هائلة في هذه المدينة في المستقبل. علينا أن نستفيد في قراءاتنا لحماية تدمر ومحيط مدينة تدمر، ما هي المناطق التي من الممكن منع السكن فيها عشوائيا أو حتى ضمن اشتراطات، يعني نقبل سكن في هذه المنطقة أو دون منطقة أخرى. المحافظ أشار خلال الاجتماع إلى أهمية إعداد الدراسات بما يتوافق مع المعايير الدولية بخصوص إعادة تأهيل المناطق الأثرية بما ينسجم مع البيئة والتراث ويحفظ الهوية التاريخية، مبديا استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لتنفيذ أعمال التأهيل والترميم.
تسجل الموقع الأثري طبعا عام 1934 بمرسوم جمهوري كحديقة أثرية طبعا وليس فقط الموقع الأثري، وتم تحديث هذه الحدود بال 2008 ووضع مناطق حماية، وهلأ بال 2017 بناء على المستجدات اللي طرقت بالمنطقة تم تحديث أيضا موضوع الحدود ومنطقة الحماية ووضع المزيد من الضوابط والاشتراطات بما يساعد على الحفاظ على القيم العالمية التي تسجلت فيها المدينة الأثرية على لائحة التراث العالمي اليونسكو، وبما يساعد على عودة السكان أيضا إلى الموقع الأثري. في عنا مسار سياحي داخل المدينة وعنا مسار سياحي خارج المدينة اللي عم يغطي المنطقة الأثرية، المناطق المحيطة بتدمر. في عنا حمامات أبو رباح، في عنا عباسية تبع مياه كبريتية، في عنا كل المناطق المحيطة قصر الحير الشرقي، كل هاي المناطق لازم نلقي الضوء عليها، ولازم نخلي السائح كمان يعمل مسار سياحي خارج تدمر ويرجع لتدمر نفسها ليعمل بقلبها مسار سياحي داخلي، بدءا من ساحة المتحف اللي عيد تنظيمها أو اقتراح تنظيمها من أول وجديد، لأنه بدها تصير هي منطقة سياحية، ساحة ثقافية سياحية لتدمر. إعادة الألق إلى مدينة تدمر التاريخية عبر إعادة تأهيلها وترميمها أثريا وسياحيا، تلك أبرز المحاور التي نوقشت في الاجتماع بين المديرية ومحافظة حمص بغية العمل ضمن فريق عمل واحد بما يسهم في الحفاظ على القيم الأثرية التي سجلت فيها تدمر على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو، مما سيسهم بعودة الحياة إليها. من قاعة الاجتماعات في مبنى المحافظة بحمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. أكيد نشكر زميلتنا شيرين العلي على التقرير، وعلى حتى نحكي أكثر عن مناقشة مشروع تحديث الموقع الأثري في تدمر. معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد ديب، مدير المباني التاريخية في المديرية العامة للآثار والمتاحف، عبر الهاتف. صباحك دكتور. صباحك، صباح السادة المشاهدين. صباح الخير عن جديد. بالبداية دكتور، كنا عم نتابع تقرير عن مشروع تحديث الموقع الأثري بتدمر، خلينا نحكي شوي عن هالمشروع، أهميته لإمتى، طبعا مناقشة هالمشروع مع محافظ حمص شو طلع منه، وأيضا الفريق المختص مدير العام للأثار والمتاحف. نعم، حقيقة أهمية موقع مدينة تدمر الاستثنائي المعترف فيه وفق معايير اليونسكو وفق لائحة التسجيل اللي تم تسجيله في عام 1980، كونه موقع فريد ومهم من المواقع الفريدة والمهمة في العالم، فوجدنا من الضروري الحفاظ على هذا الموقع وحفاظ على المشهد العام المحيط بموقع مدينة تدمر، هذا المشهد الاستثنائي لهذه المدينة القديمة، بحيث أن الموقع يشكل نواة فريدة حقيقة لقيام تجمع بشري منذ أقدم العصور على طول سلسلة الجبال التدمرية المحيطة بهذا الموقع والممتدة من الجنوب الغربي، ونعلم بأنها تمتد وصولا إلى دمشق وجمال لبنان. فهذا الموقع الخاص المحيط في مدينة تدمر يحمل فرادة استثنائية، كان من المهم التفكير بتوسيع الوجيبة الأثرية أو الوجيبة الخاصة بالموقع الأثري موقع تدمر القديم، وبالتالي كان المقترح باتفاق مع اليونسكو لوضع حماية جديدة لمحيط المدينة القديمة نظرا لارتباطه بتاريخ مدينة تدمر القديم والمستمر حتى الآن. وبالتالي وجدنا من المهم الحفاظ على الجبال المحيطة التي كانت هي النواة الأساسية والتي أعطت مدينة تدمر مواد البناء وخصوصا الحجارة، فمن المهم الحفاظ على هذه الجبال التاريخية المطلة على المشهد العام للمدينة القديمة، بالإضافة إلى أهمية واحة الاستثنائية وأهمية بعض المواقع المحيطة بها والينابيع والمواقع التي تعود بالقدم إلى عصور ما قبل التاريخ. فكل هذه الأسباب دعت بضرورة توسيع الوجيبة الأثرية للمدينة القديمة للحفاظ على هذا الموقع الاستثنائي، وبدأت كوادر المديرية بإعداد الأدوار الخاصة لهذا للوجيبة الجديدة بالتعاون مع محافظة حمص. وكان الاجتماع حقيقة الذي ذكرته كان يهدف إلى موضوعين مهمين، الأول توسيع الوجيبة الأثرية
والثاني التفكير في مستقبل مدينة تدمر الأثرية التي عانت من الإرهاب والتكفير، وتم تدمير عدد هام من المعالم الأثرية حقيقة في هذه المدينة. فاعتمدنا بكل بمجمل هذا الكلام، اعتمدنا على حقيقة ميثاق البندقية في عام 1964 الذي يبين ضرورة الحفاظ على المدن التاريخية وصيانتها والاهتمام بالإطار المحيط لهذه المدن. وكذلك اعتمدنا على وثيقة نارا في عام 1994 والتي هي صلة وصل مع ميثاق البندقية، والتي تمت بالتعاون مع اليونسكو والإكروم والإيكوموس، والتي تشير إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار فكرة التنوع الثقافي والحفاظ على الفراغ المحيط للموقع الأثري. نعم. وهذا ينطبق على مدينة تدمر بشكل خاص. نعم. وبالتالي هذا مشروع هام يعطينا في المستقبل الحفاظ على المشهد العام للمدينة القديمة ومحيطها الطبيعي. أكيد دكتور، بدنا نتشكر أكيد هي الجهود الجبارة يلي عم تبذلوها حضرتكم للحفاظ على الآثار في سوريا والمعالم الأثرية والتاريخية، لكن خلينا نحكي أيضا بالمقابل أشكال الدعم والتسهيلات يلي عم بتم تقديمها لمديرية العامة للآثار والمتاحف طبعا لتنفيذ أعمال التأهيل والترميم للحفاظ على القيم الأثرية اللي سجلت فيها تدمر على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو. نعم، حقيقة وضع تدمر استثنائي. المعالم الأثرية التي تعرضت لأضرار بالغة وتحتاج إلى دراسات معمقة من أجل البدء بأعمال الترميم. طبعا نعمل مع اليونسكو جنبا إلى جنب في التفكير في مستقبل مدينة تدمر مع المنظمات الدولية، تتواصل مديرية العامة للآثار والمتاحف عبر وزارة الثقافة مع هذه المنظمات حقيقة، وهناك اهتمام خاص لمدينة تدمر واهتمام خاص آخر أيضا باتجاه مدينة حلب القديمة. وبالتالي لا بد من تضافر جهود دولية، وهذا ما أوضحته المواثيق التي تم ذكرها، كان ميثاق البندقية أو وثيقة نارا، بضرورة تضافر جهود جميع الدول وجميع المؤسسات العلمية ذات الصلة من أجل تأهيل وإعادة البناء أو الترميم للمدن القديمة المتضررة بسبب الحرب أو لأسباب أخرى. وبالتالي نحن نعمل ونتواصل مع أغلب الجهات ذات الصلة وعلى رأسها اليونسكو من أجل البدء بأعمال الترميم في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم دكتور، بدنا نتشكرك يعني، ومثل ما قلنا بدنا نشكر الجهود المبذولة، وإن شاء الله مهمة الجيش العربي السوري بتعود أيضا تدمر لألقة بجهودكم وبجهود الجيش العربي السوري. بدنا نشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف من حمص. شكرا لك. شكرا شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ودائما بهمه ابطال الجيش العربي السوري وبهمه الدوله السوريه دائما عم يرجع الارق والحياه لكل شبر من ارض سوريا. شكرا لك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. رحلتنا لليوم فرح وصلت لنهايتها، رحله جديده بنلاقيكم فيها بكره مع مواضيع وضيوف جداد. تضلوا بالف خير وباي باي. أكيد زينب، محطتنا لليوم وصلت للختام. أكيد بيبقى نذكر بأنه أي فكرة بهمكم أنه تطرحوها تشاركونا فيها، راسلونا عبر صفحتنا الفيسبوك. موعدنا بكرة بنفس التوقيت، من اليوم لبكرة تبقوا بألف خير، نهاركم سعيد، باي باي.